دي فيديو الامتحان. اه يا شباب، يعطيكم العافية. دكتور يعطيك العافية. عافية. معاي؟ اه معك. شو بدي اقول؟ تفضل. المادة أنا بعدني ما نزلتها لأنه في عندي لازم أراجع التسجيل عشان خدمة العلم، فبعدها ما نزلت على النظام اسمي. شو اسمك؟ مصعب. مصعب. طيب أنت ما نزلت المادة لحد الآن بشكل رسمي؟ لا بعد. طيب بدك تشوف معناته الدكتور، اللهم صل على سيدنا محمد، الدكتور عبد الرزاق، أو التسجيل، راجع التسجيل. بدي اراجعه، هي ظل علي 3 ساعات بدي عشان انا سجلت ما سجلتها هي، فهم رفعوا لي 24 ساعه، فبدي ارجع للتسجيل تسجل. يا سيدي انا ما عندي مانع، حياك الله، بس حبيت اخبرك على طول، ولا يهمك، خليك معنا. اوكي، هذا مصر. طيب اللي احنا اخذناه لحد الان هو حساب التعداد السكاني لمرحلة مثلا بعد 20 سنة 30 سنة باستخدام الراشنال ميثود، الطريقة اللي أخذناها اللي هي الارثمتيك ميثود، هاي الطريقة للحساب. في عندنا طريقتين ثانيات، هذول ما نخليهم للاطلاع، بس بنعتمد الارثمتيك ميثود، الطريقة الحسابية. تمام. وقلنا انه استخدام المياه عندنا في المناطق السكنيه بيكون 220 لتر، هاي الاستخدام المنزلي. استخدام صناعي 260، البابليك سيرفيس 30، والبايب لاين لوز 90. طيب في عندنا استخدامات غير هاي الاستخدامات، منها المياه اللي بنعتازها بالحرائق او اطفاء الحريق، الفاير ديماند. هون الفاير ديماند تحسب لشغلتين، تحسب للبنايات وتحسب للافراد. بجمع الثنتين كلياتن وبكون عندي توتال فاير ديماند. اذا المياه اللازمه لاطفاء الحرائق كبنايات واسطح، والمياه اللازمه لاطفاء الحرائق لوجود اشخاص وتعداد سكاني. فاذا اعطيتك اياها للتعداد السكاني فقط، ما قلت لك مساحات، ما حطيت لك مساحات، وبالتالي تكون بس فقط للاشخاص. اذا fire demand of water is often the determining fixed at the design of mains. The fire demand followed can be estimated as a function of population or as a function of building area. زي ما قلنا تحسب كتابع لعدد السكان function of population and also determined as a function of building area، مساحة المباني، تحسب على الطريقتين هذول. الطريقة الأولى تعداد السكان اللي هو بي، إذا أعطيتك بي فبالتالي بنقول هي عبارة عن 3.86 root of بي. root of بي يعني جذر بي،
من غير ما تدخل هذول بالمعادلة. هذول بالمعادلة إذا دخل بكون يعني خفيفات، ما لهنش معنى زيادة، تفرق بيهم خمسة بالعشرة أو أقل حتى، لأنه أنت مأخذ واحد ناقص 1% من روت أوف بي، واحد ناقص 1%، يعني لو أخذناها واحد ناقص 1% 99% من إيش؟ روت أوف بي مضروبة بالبوبوليشن، فبالتالي القيمة قليلة جدا، ما تدققوش عليها كثير. بالتالي بنأخذ المعادلة هاي 3.86 روت بي جذر بي، 3.86 جذر بي. بإيش هاي بتنعطى؟ بإيش؟ متر مكعب بير منت، متر مكعب بير منت. بحولها للاستخدام العادي من بير منت بضربها 600، لأنه الساعة هي 10 60 دقيقة، الساعة 60 دقيقة، فبحولها للساعة 6 ضرب 60 ضرب 10 ساعات الاستخدام اليومي أو الحسابي للتصميم، وعبارة عن 10 ساعات، فعشر ساعات مضروبة بستين دقيقة تعطيني 600 متر مكعب بيردي. إذا ديسشارج عندي هون الكمية عبارة عن 3.8 روت اوف بي، هذا محسوب مضروب 600. جذر بي اللي هي البوبوليشن بنعطى بالألف، يعني عندك 50,000 بتحط 50,000 ماشي. اوكي، طبعا راح نشوف انه مقسوم على 1000، يعني البي مقسوم على 1000، عندي 50,000 بقسم 50 على 1000، وبالتالي البي هاي عندي هي 50، صار بدل 50,000 50 مضروب 600، بعطيني الجواب متر مكعب بير دي. راح نشوف امثله عليها. هذا بالنسبه للديسشارج لما يكون اللي هو عندي الكوانتيتي بالمتر مكعب بير دي، والبوبوليشن ان ثاوزندز بالالاف. ذا ريكويرد طبعا عندي هون ماست بي افيلبل فور فاير فايتنج ان اديشن تو ذا مينيمم ديلي فلو ريت. طيب اذا كان عندي مساحه اسطح، إذا كان بدي أحسب الفير للأسطح مش للأشخاص، للبنايات، فعندي الفير flow for area recommended as follow. F اللي هي الفير الكيو الفير، يعني كيو الفير كمية المياه اللازمة لإطفاء الحريق بالاعتماد على مساحة الأسطح، هي عبارة عن قديش؟ هي عبارة عن 320 multiply c multiply root of a. root of a هي عبارة عن ايش؟ مساحة الأسطح، الجذر تبع مساحة الأسطح، مساحة الأسطح يا سيد العزيز هي عبارة عن مساحة كل سطح بناء مأخوذة بإيش؟ مأخوذة بالمتر المربع. فبالتالي عندي الاف اللي هي required fire flow cubic meter per day، مأخوذة بالcubic meter per day، مقسومة على مساحة الأسطح كاملة، والسي هي عبارة عن coefficient related to the type of construction. coefficient اللي هي العامل، عامل بنسميه عامل الاحتراق هون. فعندي مثلا الأرضيات الإسمنتية معامل الاحتراق لها او قابليتها للاحتراق ضعيفه جدا، تقارب من الصفر صفر صفر ون، 1%. مثلا الاسطح الاسفلتيه او البلاستيكيه العاديه معامل الاحتراق لها عالي، الاسطح الخشبيه معامل الاحتراق بقرب من الواحد، يعني بتحترق تقريبا كلها، فمعاملها سي كوفيشنت بكون عندي related to the type of construction من الأسطح نوعيتها، وبالتالي عندي
زي ما احنا شايفين الفاليو تبعها هون 8 توتال اريا بالمتر المربع. سي فاليو عندي اللي هي تابعة للكوفيشنت ريليتد تو ذا تايب اوف كونستراكشن. سي اوفيشنت للوود فريم 1.5 عالي جدا لانه عالي احتراقه عالي. للاوردينري وود الخشب العادي واحد محترق كاملا في منه سريع الاشتعال هو الاول. الثاني الاشتعال عادي الخشب العادي. بعدين بي عندي هيفي تيمبر اشتعاله ابسط فالعامل تبعه قليل زي بهالشكل. هذا عندي الفاير ريزيستنس بمواد مقاومه للحريق فالمعامل الفاليو تبعها الكوفيشنت تبعها بيكون قليل وكل ما كان مقاوم للحريق بيكون الكوفيشنت تبعه اقل. طيب اكزامبل عليها مثال عندي مساحه خلينا نشوفها هون عندي مساحه محدده فريم فيلدينج اوف هيفي تيمبر. اذا حددنا هون الهيفي تيمبر واعطانا سطح قال لنا سطح وهيفي تيمبر. هيفي تيمبر قديش المعامل الاحتراق تبعه طلع عليها الهيفي تيمبر 0.9 اذا السي تبعها 0.9 اذا الفاير ديمان تبعها 320 مضروب ب 0.9 مضروب بروت اوف اي يعني جذر المساحة السطح وقال لي عندي هون 715 متر مربع في اريا كود بي ذا فاير ريكويرمنت. قديش الفاير ريكويرمنت على طول عندي الفاير ريكويرمنت بالحاله هاي تساوي سي الكوفيشنت اوف ذا تايب 0.9 الكيو اف او اف اللي هي الفاير ريكويرمنت ووتر بالحاله هاي هي اربع طوابق. عندي اربع طوابق مساحه كل طابق 715 متر مربع جذرها مضروب 0.9 مضروب ب 20 اذا الفاير بالحاله هاي 15400 متر مكعب بير دي. احنا اخذنا نوعين من الفاير هون اخذنا النوع الاول من الفاير واخذنا النوع الثاني من الفير. النوع الاول معتمد على عدد السكان يساوي 3.86 روت اوف بوبوليشن مضروب طبعا هذا ب 600 بحيث ينطيني اياها متر مكعب بير دي الجواب. واخذنا الفير تبعت الاسطح اللي هي تساوي 320 سي روت اوف اي مجموع مساحه الاسطح اعطاني سطح 715 متر مربع مضروب بأربعة عدد الطوابق تبعت البناية فبالتالي بطلع معي الفاير فايتنج كوانتيتي اوف ووتر اللي هي 15400 متر مكعب بردي. مين له سؤال لحد الآن على هذا اللي أعطيناه لغاية اليوم ولغاية الساعة هاي؟ مين عنده سؤال على كميات المياه المستخدمة؟ إذا عندنا كميات المياه المتطلبة هاي 15400 متر مكعب باليوم هاي لازم ازود بها الشبكه شبكه المياه بس بزودها هاي عن طريق بير خاص بالحريق بير خاص بالحريق للفاير فايتنج. هذا مش على حساب مواسير الشبكه شبكه امداد المياه ابدا. هذا بنوجد عندنا بير ومضخه خاصه به مزودة بالمناطق الثانية عندك مآخذ للحريق بحيث إذا صار أي شيء يكون تمديد الحريق جاهزة بقوة طبعا وبسرعة بحيث أن تكون قادرة على أطفاء الحريق بفترة قليلة. حدا عنده سؤال على هاي الشيء يا شباب؟ شباب مين عنده سؤال على الموضوع هذا؟
عبد الرحمن معاي. هلا دكتور، ايش رايك بالكلام اللي قلناه وشو عندك سؤال عليه؟ كله تمام دكتور. تمام، واضح اللي حكيناه؟ واضح واضح. تمام تمام ممتاز. بس دكتور ممكن سؤال غير؟ تفضل. بالنسبة للقرى انت حكيت انه بس بنستخدم اللي هي نستخدم بس فيها المنزلية واللي هي البايب لاين سيستم لوزز. بالضبط. طب ليش ما استخدمنا عليها الخدمات العامة اللي هي بابليك سيرفيس؟ البابليك سيرفيس بتيجي للحدائق العامة وبتيجي للحمامات العامة. بي عندك بالقرى حمامات عامة؟ ممكن يكونوا حاطينها. وين؟ بي غير يبيع عندك حمامات عامة تفوت عليها، أو بي عندك أماكن عامة مثل حدائق وما حدائق وكذا 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 وكذا. أنا بحكي لك عن الواقع تصميمي. أما إذا بدنا نقول ممكن يكون بحسبها، تنحسب تدخل بالحساب. تمام دكتور، تمام يعطيك العافية. أما لما باجي على القرى بصمم بشوف الحدائق العامة، الحدائق العامة بصمم لها إلها لحالها حساباتها، بشوف قديش الماكسيموم اللي ممكن يدخلوا ليها يوميا، وبالتالي بحطها حساب لحاله، ما بدخلها بحساب تعداد السكاني للمنطقة كاملة. يعني مثلا مدينة مثل الصريح، خلينا نقول عندي هون بالصريح تعداد السكاني 70,000. إذا بدي أدخل ليها طلع الحساب، إذا بدي أدخل ليها البابليك سيرفيس 30 لتر، 30 لتر بير دي لكل شخص، 30 × 70 طلع عندي قديش؟ 210، حط صفر قدامها 2100 لتر لكل شخص باليوم. هل الكلام هذا مظبوط؟ بقدر إن على هالكلام هذا؟ يعني بحدود 320 متر مكعب يومي للحديقة اللي مش موجودة. إذا بدي أدخلها على البايبلاين سيستم، فأنا بدي أعمل توسعة بالأقطار هاي كلياتها بحيث تأخذ قدامها كيو، بحيث الفي السرعة تبعت الأنابيب تظل محافظة على نفسها مثلاً 0.3. إذا بدي أدخلها على الشبكة أنا بدي أزيد كمية كيو، وبالتالي بدها تزيد معاي القطر. إذا زاد القطر بدها تقل معاي السرعة، إذا كنت أنا محدد سرعة محددة بتقل السرعة، هاي بده يصير ترسب وتآكل بالأنابيب وانسداد بالأنابيب. ليش؟ لأن صممت على شيء غلط مش موجود. أنا صممت الأقطار أوسع وأكبر لأن بدي تأخذ كيو أكبر، فبالتالي الوضع اللي عندي فعليا بالشبكة هو كيو أقل، وبالتالي السرعة بدها تصير أقل، معناته إمكانية الترسيب المواد العضوية اللي موجودة داخل المياه راح تزيد. إذا عندي ترسيب زاد، السرعة قلت، الأقطار أنا عملتها بشكل مش مظبوط، وبالتالي راح تأخذ مني تكلفة زيادة بالحفر، تكلفة زيادة لسعر الأقطار اللي نفذت بيها، لأن الكيلومتر مثلا أو المتر الطولي لقطر 20 سنتي غير عن المتر الطولي لقطر 30، بزيد الضعف مش بزيد الثلث. بالتالي هاي كل الحسابات تكون بعين الاعتبار مأخوذة. نهاية أنت بدك تصمم شيء مزبوط عندك موجود منطقي ما تخسرش به، وبعدين الصيانة تبعته وتشغيله ما يعملش كلف إضافية. إذا مهم جدا نفهم التصميم اللي عندنا بناء على الواقع الحقيقي. أنا كان أقول إنه القرية هاي ما فيها خدمات، صحيح، بس بحسب لي الخدمات شو بزيد ولا بنقص علي بالحسابات. لو حسبتن بالحالة هاي إذا بدك تنفذها بدك تخسر بالأقطار، بدك تخسر بالانسدادات اللي راح تصير نتيجة السرعة البسيطة واللي أصبحت بالمواسير الكبيرة، نفس الشيء بالتنفيذ والإنشاء بتأخذ معاك كلف إضافية، وإنت ما عندكيش هذا الشيء. بالتالي أنا بحسب على الفعلي وإمكانية حدوث شيء معين بعد 30 سنة.
بالاعتماد على مخطط النمو السكاني والمخطط التنمية الحضري اللي موجود عندك، اللي موجود بالبلدية. مخطط التنمية الحضري شو المشاريع المستقبلية إذا كانت بالمنطقة هاي، منطقة صناعية، مناطق تجارية بدها تصير بيها، هذا كله بصير بمخطط العمران والتطوير الحضري. تتاخذ هاي كلها بعين الاعتبار وبتصمم عليها، بس ما تصمم على إشي مش موجود. تمام لحد هون؟ تمام وصلت، يعطيك العافية. طيب مين عنده سؤال على حساب الكميات تبعت كيو اللي هي الفير؟ منصور فهمان الكلام اللي قلناه؟ تمام دكتور. الكلام اللي قلناه عن ايش؟ عن الفاير فايتنج كوانتيتي اللي هي في حالة الأسطح وفي حالة ايش؟ البوبوليشن، للتعداد السكاني. للتعداد السكاني بقانون، وللأسطح بقانون ثاني. شو القانون اللي للتعداد السكاني نستخدمه؟ population. الفاير تبع population شو يساوي؟ هيا قدامك كون دكتور، 3.86 مضروبة الجذر الكيو population. ايوه بالضبط، population تحت واحد ماينس مقسومة على 1000 مضروبة ب 600، مقسومة على 1000 مضروبة ب 600، يعني 600 على 1000، 6 مضروب ب 6 بالعشرة، هذا الجواب تضربه ب 6 بالعشرة تطلع معك متر مكعب بير دي. ماشي؟ تمام دكتور، متر مكعب بير دي. طيب نيجي الآن على مثال. assuming a high value residential area of 100 hectare has a housing density of 10 house per hectare with 4 person per house. Determine the peak water demand including fire and the resistant area. طيب عندنا احنا بالسؤال كم هكتار اللي موجودات عندي كمساحة؟ يا فرح كم هكتار موجود عندي؟ مش معانا فرح. طيب نزار، برضو نزار مش معانا. لا ماك دكتور ما. طيب نزار قديش كم هكتار عندي بالسؤال هذا؟ طلع لي عليه مزبوط، هذا هن 100 هكتار. 100 هكتار. طيب كل هكتار كم منزل فيه؟ 10. 10 كل منزل كم شخص فيه؟ 4. 4 إذا قديش عدد الأشخاص اللي موجودين عندي بالمنطقة هاي؟ 4 4 و 10 بمية. مزبوط؟ مزبوط. 4 ب 10 40 بمية 4000. 4000 إذا 4000 شخص عدد سكان هاي المنطقة اللي هي 100 هكتار. هاي البوبوليشن تبعهم. هاي أول شغلة. استيميتد ذا ووتر الآن ديلي فلو الكيو أفريج. كيف نحسب الكيو أفريج؟ منقول عندنا شو بالمنطقة هاي assuming a high value residential area. مزبوط؟ مزبوط. أنا عندي residential area ما عندي industrial area. إذن شو بشيل من الحسابات؟ هاي هي الكيو أفريج، هي هذول residential public service زائد uncounted losses، يعني 220 زائد 30 260. ايوه ال 260 بشطبها هذيك صح؟ مضبوط. لانها لايش؟ للكوميرشال والاندستريال، بينما انا عندي منطقه سكنيه ريزيدنشال صح؟ صح. الريزيدنشال موجود بها بابليك سيرفيس وموجود بها ضياعات اللي هي 90 و30 هذول دوما موجودات 340. إذن بطلع عندي الكيو أفريج 340 لتر لكل شخص بير دي. طيب
أستاذ وائل الجوهري. أستاذ وائل معنا؟ نايم مش معنا على الخط. وليد كيال. أه دكتور معك. يا وليد إحنا الآن حسبنا بالضبط اللي هو قديش عندنا بالمنطقة هاي، عندنا 4000 شخص والكيو أفريج ليهم 340 لتر لكل شخص، مزبوط؟ مزبوط. قديش الكيو أفريج عاد حاليا فعليا قديش بتكون بالحالة هاي ككوانتيتي؟ الكيو أفريج قديش بتكون؟ 340. نعم 340 مضروب قديش؟ ثلاث مضروبة بأربعة آلاف. أربعة آلاف اللي هي البي، اللي هي البي بوبوليشن اللي بتعطينا 340 بأربعة آلاف، مظبوط؟ هاي قيمة الكيو أفرج بالحالة هاي. طيب الكيو ماكس شو تساوي؟ الكيو ماكس اللي هي الاستيميت ذا ماكسيمم فلو ريت، الكيو ماكس بتيجي من فاكتور بنضربه بكيو افريج بيطلع معانا كيو ماكس. كيو ماكس تساوي بالعاده 1.8 مضروبه بكيو افريج، 1.8 لحد 2 او حسب قيمه عامل كي اللي بعطيك اياها. كي اللي هي قديش مضروب بكيو افريج. كيو ماكس تساوي كي ضرب كيو افريج، كي ممكن تساوي 1.8 او 2 او 3. تمام تمام. طيب احنا هون ماخذينها كيو ماكس تساوي 1.8 كيو افريج، 1.8 ضرب كيو افريج اللي هي 340 وتساوي 612. هاي الماكسيمم فاليو. دكتور تفضل. ال 1.8 يعني ثابت اخذها الفاكتور هذا ثابت؟ لا 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 انا معطيك اياها بس هون بالسؤال 1.8 قيمة يعني اللي بضربها بالكيو افريج، هون ماخذها 1.8 بالعاده تاخذ 1.8 ل 3 حسب المعطى. بالضبط حسب المعطى لي ان شاء الله. وطلعت معنا هون كيو ماكس 612، نضربها بقديش؟ ب 400 البوبوليشن، 612 لتر لكل شخص مضروبه ب 4000 شخص تعطيني كم لتر بير دي؟ 2,448,000 لتر لكل يوم. هذولا تقسمهن على 1000 بضل 2,448 متر مكعب لكل يوم، لأنه المتر المكعب هو 1000 لتر، 1000 لتر. فبتقسم هذولا بتشيل 3 أصفار اللي هون، كأنك قسمت على 1000 تشيل 3 أصفار بضل عندك 2,448 متر مكعب بير دي. وضحت هاي؟ واضح يا شباب؟ اللي مش واضح يقول لي. واضحة واضحة يا دكتور. في حدا عنده مش فهمانها لحد الآن؟ اللي مش فهمانها يحكي لي. طيب حسبنا الكيو فير، إذن الكيو فير تساوي هسا حسبنا كيو ماكس، كيو أفرج حسبناها، وبعدين منها حسبنا كيو ماكس. الآن نحسب كيو فاير اللي تساوي للبوبوليشن 3.86 ملتبلاي بي. طبعا هنا عندنا البي شو تساوي؟ 4000 مقسومة على 1000 وتساوي 4. دوما بنقسم البي على 1000، البي in thousands بنأخذها، يعني 4000 نأخذها 4، 4000 هاي بنأخذها 4 جذر بي اللي هي 4. فبنضرب هذا الرقم بطلع معانا كيو فير للأشخاص 7.57 هاي بالمتر المكعب مضروبة ب 20 ب 60 في 10 زي ما قلنا ب 0.6 بالعشرة 10 ب 60 600 بطلع معانا بالمتر المكعب بالنهاية. الدي يساوي 10 أورز لذلك بنضربها 60 في 10 working day for the fire demand
هي 10 ساعات 10 في 60، فبالتالي بتطلع معانا بالضبط اللي هي الكيو تي تساوي الكيو توتال. طبعا هاي كيو فير طلعناها، الكيو توتال تساوي كيو ماكس زائد كيو فير. كيو توتال تساوي بالحالة هاي كيو ماكس اللي هي طلعت معانا من هون 2448 متر مكعب بير دي، زائد الكيو فير طلعت معانا 4542، وبالتالي بمجموع هذول الرقمين بيطلع معانا كيو توتال. اذا بالمعادلات هاي احنا قدرنا نوجد الكيو توتال اللي هي عبارة عن كيو ماكس ناتجة عن ضرب كيو افريج ضرب كي عامل او فاكتور امان. ناخذ حتى نحسب كيو ماكس، كيو ماكس تساوي كيو افريج ضرب كي، كي بتاخذ عامل من 1.8 الى 3 حسب المعطى ليك، وكيو فير حسبناه 3.86 روت بي بتعطينا مضروبه طبعا ب 10 ب 6 ب 60 ل 600 تمام، تعطينا بالجواب النهائي كيو فير قديش طلعت معانا. وكيو توتال الكليه اللي احنا بنحسبها اللي هي عباره عن كل كيو مضاف اليها كيو فير، كل هاي كيو توتال بنحسبها تساوي كيو ماكس زائد كيو فير، وبطلع معانا قيمه النتيجه النهائيه لكيو توتال. مين عنده سؤال لحد هون اليوم؟ عبد الرحمن. هلا دكتور. كيو توتال بالنهايه شو تساوي؟ الكيو ماكس زائد الكيو اف. الكيو اف اللي هي كيو فير. تمام. حسب تعداد السكان بي ماخوذه ان ثاوزندز، يعني لما اقول لك 50,000 قديش بي بتكون؟ لما تكون 50,000؟ اه. قديش البي باخذها تحت الجذر هون؟ باخذها 50، لان 50,000 مقسومه على 1000. تمام. إذا كانت 6,000، 6,000 مقسومة على 1000، جذر البي يعني جذر الستة، تمام؟ تمام. أيوه، هيك بدي إياكم تحسبوها، يعني جذر بي على 1000 هي، اللي تحت الروت الجذر بي على 1000. جذر بي على 1000، تمام. بالضبط، مضروبة قديش؟ 600. مضروبة ب 600 اللي هي 10 في 60. العشرة جاي من العشرة أور اللي هي مدة استهلاك التصميم لمياه الحرير، والستين اللي هي 60 دقيقة بالساعة 60 minutes per hour. فرح موجودة ولا مش موجودة؟ شكلها سابت المحاضرة وطلعت. على كل حال المحاضرة الجاية راح أكون بي عندنا كويز بسيط، شو رأيكم بنهاية كل محاضرة نعمل بعديها كويز بسيط ونكمل، ولا نعملها بعد فترة يعني كم من يوم مثلا بعد أسبوع؟ كل أسبوع يكون بي عندنا كويز بسيط. كل أسبوع دكتور أفضل بكون. كل أسبوع؟ كل أسبوع أحسن دكتور. كل أسبوع أفضل ولا يهم، ونعملها معناته بنهاية يوم الأربعاء نعمل بيها كويز بسيط للي أخذناه، حيث ندخل على اللي بعديه الأسبوع اللي بعديه نعمل بيها كويز، يعني بكون عندنا تقريبا 4 كويزات، 4 في علامتين ونص بكون 10، وأنا حاب إنه يكون 4 في 5، شو رأيكم من 5 علامات الكويز؟ لأنه راح يكون فعليا 4 أسابيع تقريبا أو ماكسيمم أقل من 6 أسابيع أو 8، 6 أسابيع هو دكتور. لو توزعت علامات أكثر بيكون مجال واحد ما عاد مجال يجيب علامات أعلى، يعني لو 2.5 على الكويز مثلا أحسن من أفضل من 5. طيب خلينا نقول معناته على 6 أسابيع 6 عليهم بين الحضور والمشاركة والكويز بنحسبهم 6 في 3 18 و2 20 زيادة، يعني نحسب عليه كل كويز 3 علامات تقريبا. كويس؟ بصيرة. تمام دكتور. أحسن ولا نحسب عليه علامات أكثر؟ لا هيك أحسن يا دكتور، هيك أحسن. طيب
معناته احنا بنهايه الاسبوع هذا راح يكون عندنا كويز، كويز من سؤال او اكثر من سؤال بس موزع على معلم معلم عليه، يعني كل جزء موزع عليه علم بحيث انه تاخذ علامات مشاركه بالنهايه وعلامات كويز. علامات الكويزات بتكون من 20 والمشاركه بنحط فيها من 30 واعمال السنه طبعا. دكتور الماده موجوده على الموقع؟ موجوده اه موجوده، انا بحمل كل جزء منها على الموقع لما بس دكتور لي اللي تحملت اللي موجوده محمله اليوم دكتور مش واضحه في فيها لقطه برسلها على الجروب وشوفها دكتور كيف نازله. لو في منها تكون كامله بي دي اف بيكون افضل. هو هذا هي بي دي اف عندكم نازله، عندكم نازله بي دي اف وبرجع بحملها وبعيدها ان شاء الله ولا يهمكم. يعطيك الف عافيه دكتور. يعطيكم العافيه ونلتقي ان شاء الله غدا ونكمل الله. هلا بالشباب. دكتور انا نزلتها وبعثتها على الجروب اه بس مش عارف افتح اشوف كيف، كانه صفحتين جنب بعض بكون ما ما بجوز هاي باوربوينت لانه حتى على اللابتوب معي نفس الشيء دكتور على باوربوينت لانها باوربوينت. خلينا ارجع وانزلكم اياها بي دي اف ان شاء الله دكتور ولا يهمك. دكتور بس اخر شيء بعد اذنك بالنسبه لموعد المحاضره، المحاضره من الوحده للتنتين وربع اه مزبوط، انه اليوم بس عشان اول يوم صحيح؟ لا هو مش صحيح انه لاول يوم، احنا هسه حاليا راح ناخذها بالوقت تاض، يعني كل محاضره بمحاضرتها هي عباره عن جلستين صارت، كل محاضرات صارن جلستين جلستين، يعني كل بدي عندك هسه بتفوت على المحاضره بقول لك في جلسه اولى وجلسه ثانيه. تمام تمام دكتور. تمام دكتور ولا يهمكم يا شباب. انفيرمنتال ديزاين انا شفتها منزلها على الجروب، اللي منزلها على الجروب اللي هي باوربوينت. انا عندي واضحه باوربوينت ما بعرف دكتور. دكتور عندي متبين كانه ثلاث صفحات او صفحتين مقسومات من النص على الجناب فمش عارف كيف ملخبطه. نزلها على البي دي اف، على برنامج بي دي اف، لما بتفتحها افتحها بي دي اف. تمام. اذا فتحت برنامج البي دي اف او حتى الباوربوينت افتحها على الباوربوينت مضبوطه يعني دكتور؟ اه على الباوربوينت مضبوطه 100%. تمام دكتور. يعني هسه بورجيك اياها هون، خلينا ننهي الشيرنج الان، ستوب شيرنج، خلينا اورجيك اياها مثل ما هي عندي هون. شايف مبينة عندك؟ اه دكتور مبينة. لا عندي مش نفس مبينة، هاي هي بالشكل هذا عندي. ها شايف؟ اه تمام دكتور عندك واضحة. احملها على الباوربوينت يعني؟ على الباوربوينت، نزلها، نزل الباوربوينت عندك ونزلها على الباوربوينت. تمام دكتور. بس انا راح احاول ارد انزلها مره ثانيه على البي دي اف باذن الله دكتور. ولا يهمك، يعطيك الف عافيه. يعطيك الف عافيه دكتور. يا هلا بالشباب. يا هلا. يعطيك الف عافيه دكتور. يا هلا بالشباب، يعطيك العافيه، اهلين.